عايزه اخش شويه في المسلسل ال 45 حلقه اللي هيتعرضوا على النهار. عالم تاني. عالم تاني. قولي لي دورك ايه و 45 حلقه ده يعني مسلسل طويل. كان 30 المفروض بس تم انه يبقى في الاخر خالص. تقدري تقول لنا القصه ايه؟ ما اقدرش اقول لك قصه يعني لانه هنحرق حاجات بس انا في شخصيات موجوده في العمل ده. هنشوف انه الدنيا ما بقتش بخير بس يعني ممكن تتخمي في حد، ممكن تتخضي من تصرفات حد، والاحسن انه الشخص العدو اللي بيبقى مكشوف ده ليه حل، بس العدو اللي بيبقى متخفي ومش عارفه وهو بيبقى قريب منك كانه يعني كانه تحت جلدك للاسف. دي الضربه تبقى قاسيه جدا. انت بتتعاملي مع رانيا يوسف لاول مره؟ مع رانيا الاول مره وبرده مع نضال الشافعي الاول مره، فانبسطت جدا برده مع نضال يعني ممثل رائع. طب ما تيجي نشوف جزء من البرومو بتاع المسلسل ونرجع تاني. برومو اوكي يلا. ان شاء الله ان شاء الله عالم تاني يكون بالنسبه لك نجاح تاني مختلف واضافه تانيه حلوه. عملنا مجهود. ثانك يو سوير. احنا عملنا مجهود كبير جدا وممثلين يعني حاولوا انهم يدوا اقصى حاجه عندهم. كنا بنتكلم في تفاصيل وفي حاجات مهمه في المشاهد عشان يطلع المشهد حلو. مين اكتر الفنانين اللي فرقوا معاكي وقوفك قدامهم من وانتي 14 يعني انتي ابتديتي من بدري، ان كانوا مصريين او غير مصريين، مين اللي استمتعتي وانتي واقفه قدامهم ادوكي حاجات كتير استفدتي منهم كتير؟ لا كتير. اما نقعد يعني مثلا في تونس كنت حابه جدا لما ترشحت المسلسل جمره سيدي المحروس، كانت السيده منى نور الدين هي نجمه كبيره جدا تقولها زي ما تقولي تقولونا واصف في سوريا. كنت سعيده جدا ان انا هتعامل معاها. كنت سعيده جدا ان انا هتعامل برضو مع ممثل كبير جدا اسمه رؤوف بن عمور في الفتره دي. في مصر سعدت بصراحه مش عايزه اسمي حد، لكن انا بالنسبه لي على راسهم خالد الصاوي. طبعا خالد الصاوي. طبعا خالد الصاوي رائع. والمسلسل مع احترامي اشتغلت مع كله، اشتغلت يعني مع ناس كتير بس خالد ليه مكانه خاصه عندي. وخاتم سليمان مسلسل اكتر من رائع ولما بيتعد يعني شيء كده كانه قطعه يدويه. خالد جميل لوحه حلوه. انتي انا بشوف خالد الصاوي بشكل وانتي بتشوفيه بشكل، عايزاكي توصفي الحقيقه. انا بحس ان هو بني ادم كله بوزيتيف انرجي، بني ادم جميل وحبوب ويحب الناس، دافع على حاجه شخصيه. خالد اول حاجه فنان الى النخاع، بيخليكي تعشقي الفن اكتر واكتر وانت بتشتغلي معاه. انسان يقدس المهنه، بيشتغل على المشهد قبل المشهد بطريقه مختلفه عن اي حد اشتغلت معاه قبل كده. بيدي بعد تاني للمشهد يمكن مش موجوده حتى في المسلسل، يفيد تفاصيل او جمله ان شاء الله حرف هيتقال في المشهد نفسه، فعنده تفاني. غير كده البوزيتيف فايبس. انا بحب ضحكته، بحب ويتكلم معاكي ويحكي وظريف لذيذ جدا، مع انه انا في الفتره دي وقتها كان خالد تعبان شويه، كنت بصور معاه تعبان شويه، لكن ده ما يمنعش انه يكون نقطه سعاده. ده اللي انا بتكلم فيها، يعني نقطه سعاده للناس اللي حواليه. ما حملناش وما شايلناش هم وما خليناش نقلق عليه، بالعكس كان موجود عايز يشتغل، وكان بيبقى يمكن هو المتنفس عنده اللوكيشن فبيبعدوا عن ألمه في المرض وقتها.